فيديو اليوم هام لكل حد عنده امتحان، نصائح، 6 نصائح امتحانية لكل حد عنده امتحان وخايف وما عرفان، يعني بحاجة لهي النصائح. النصيحة الأولى، أكيد الامتحان له رهبة، له هيبة، له ضغط نفسي. طيب النصيحة الأولى، جيري لا ستريس، أتحكم بهذا الضغط النفسي. كيف أتحكم فيه؟ إنني بحافظ على هدوئي، بحكي مع حالي، بقول الخوف الامتحان عفوا، بقول الامتحان جميل، الامتحان مفيد، لأنه نحن نتعلم من الامتحان كمان، مو بس من الدروس اللي نحن عم ندرسها. بحاول أرفع مزاجي، يعني الصبح بعمل بفطر، بشرب قهوة، بشرب شاي، بحط عطر جميل. النوم الكافي كتير هام، يعني الواحد يكون نايم منيح، ما أكون أنا سهران ورايح الامتحان وأنا أصلاً مرهق وأنا تعبان، لأنه بالامتحان لازم يكون استيعابي عالي. ممكن أعمل دوش الصبح مشان أتنشط، أي شيء بنشطني، أي شيء بخليني أكون بمزاج عالي، بساوي يوم الامتحان بشكل مقصود وبروح على الامتحان بشكل مبكر، ما بروح متأخر. طيب إذا واحد وصل الامتحان متأخر عبيلهت وعرقان ومعبوط ومضغوط، ما رح يأثر على مستواه قولا واحدا. أنا عندي امتحان، أطلع من بيتي بكير، أدخل أنا مرتاح، معي قنينة مي، شربت مي، دائما دائما بحاول أكون بمزاج عالي. هي النصيحة الأولى اللي هي جيري لا ستريس عن طريق بعض التصرفات اللي ممكن نعملها قبل ما نروح على الامتحان. الشغلة الثانية، النصائح الثانية، هي الجلوس في الأمام. شو فائدة الجلوس في الأمام؟ نحن وقت نوصل على قاعة الامتحان، ما كل طالب مكتوب اسمه على المقعد، فأنا وقت بوصل بكير رح أقعد بالأمام، اللي بيوزع الأسئلة رح يعطيني الأسئلة، فأنا رح أبدأ بقراءة السؤال الأول، رح أبدأ بقراءة السؤال الأول على مهلي لحتى ما هو يكون وزع للقاعة كلها. بعدين بيقول يلا بدي الوقت معكم كذا وقت لقراءة السؤال الأول، بكون أنا كسبت وقت زيادة. النصيحة الثانية مرتبطة بالنصيحة الثالثة اللي هي عدم قراءة الأسئلة كاملة. عدم قراءة الأسئلة كاملة، ليش؟ طيب إذا فرح لقى الأسئلة سهلة، لقى الموضوع اللي هو متوقعه، فتح لقى الموضوع اللي هو متوقعه، رح يفرح، هذا الفرح رح يأثر على مستواه. طيب قرا الأسئلة كلياتها وانزعج، إجا موضوع صعب أو موضوع خايف إنه يجي، كان حابب يجي موضوع رسالة لصديق، إجا موضوع رسالة مقالة في جريدة، هو ما بحب، بخاف من موضوع المقالة، فإيش؟ فبخاف وهذا الخوف بيأثر على مستوى. إذا النصيحة الأولى جيري لا ستريس، النصيحة الثانية الجلوس في الأمام، النصيحة الثالثة عدم قراءة كل الأسئلة. النصيحة الرابعة ونصيحة هامة جدا، امتحان دلف بي آم مثلا، غالبية الأسئلة بتكون اختيار من متعدد، اختيار من متعدد الطالب أنا بنصحه ياخذ معه قلم رصاص وقلم أزرق ممحات. الطالب بالأول حط ضرب باللون الرصاص، وقت بيرجع بيسمع مرة ثانية بيحط فوق الرصاص بالقلم الأزرق الضرب، بيكون ثبت الإجابة. الخطأ اللي بيقعوا فيه بعض الطلاب اللي ما عندهم خبرة، بيحط ضرب بالقلم الرصاص، بعد شوي سمع تسجيل مرة ثانية بيحط ضرب باللون الأزرق. طيب المصحح وطلع لقى في عنده جوابين، جواب بالرصاص وجواب بالأزرق، رح يعطيه صفر لأنه رح يعتبره حط جوابين، وإن كان واحد رصاص واحد أزرق. فهي نصيحة هامة جدا، بغمق الرصاص بالأزرق أو بمسح الرصاص، وإذا كان غير جواب وبختاره باللون الأزرق. هي النصيحة الرابعة، استخدام قلم رصاص مع قلم الأزرق. النصيحة الخامسة، الطالب قبل ما يروح على الامتحان لازم يكون عنده عمل امتحان تجريبي. امتحان تجريبي بنسميه ابروف بلونش او بنسميه اكزامان بلون، الفحص الابيض، الفحص تجريبي. طيب شو فائدته؟ خلى الطالب يتاقلم، يتعود على شكل الاسئله. كمان لازم يكون عنده فكره عن شكل ورقه الاجابه. واحد من طلابي بعد ما طلع من الامتحان قال لي استاذ انا كتبت بس 100 كلمه. فانا استغربت، قلت له انت ما شاء الله عليك مجتهد، ليش كاتب بس 100 كلمه؟ قال لي للأسف بعد ما أنا طلعت من الامتحان اكتشفت أنه في ورقة في الخلف أنا ما كنت شايفها، يعني هن تاركين صفحتين كاملات لكتابة الموضوع، الطالب اعتقد أنه معه صفحة واحدة بس ليكتب فيها الموضوع. النصيحة السادسة والأخيرة اللي هي جيري لو تو، التحكم بالوقت. شو يعني التحكم بالوقت؟ مثلا قسم الاستيعاب الكتابي، الطالب معه 30 دقيقة ليحل النص عليه أسئلة، لا كومبريونسيون اكريت.
وبعد ما يحل المقالة يفهم المقالة ويحل الأسئلة، في معه كعون 5 مينوت يعني 45 دقيقة لكتابة الموضوع. طيب الطالب معه ساعة، هو لازم يكون متحكم بالوقت، عم بيكتب عم بيطلع على الساعة. أنا معي 45 دقيقة لقسم الاستيعاب الكتابي، مجرد ما خلصت 45 دقيقة وأن أنا أخذت 5 دقائق زيادة، معلش مو أكثر، خلص صار عندي وقت الموضوع. واحد من الطلاب طبعا ما عنده الخبرة بيقول أنا أخذت وقتي بقراءة المقالة، أخذت وقتي بفهم المقالة، حليت المقالة. طب المقالة عليها 15 علامة بس الموضوع عليه 25 علامة، أخذ وقته كامل، أخذ علامة عينية بالمقالة، المقالة اللي عليها أسئلة، وقت راح الموضوع تفاجأ إنه بغير ربع ساعة بس. فهي نصائح أنا بعطيكم إياها، يعني نتيجة خبرة، نتيجة تجارب طلابنا، نتيجة الطلاب اللي إحنا بنعرفهم اللي قدموا هاي الامتحانات. الفيديو هام جدا لليوم، بتمنى تستفيدوا من هاي النصائح. تفاعلوا مع الفيديوهات، دمتم بألف خير.